إذن إن MATLAB إذن هاي الإمبلمنتيشن خصوصاً الدي الدي فار إذن إن MATLAB The D part is not implemented using DU على DT. مين بعرف ليش؟ ليش ما بحبش استعمل DU على DT؟ نويز. لما بعمل differentiation بعمل نويز، بدخل عندي نويز. إذن هون because this introduces undesirable. ايش يعني undesirable؟ غير مرغوب في undesirable noise. اذا in MATLAB the PID block uses one of these two blocks. Of implementations. إذا كان عندنا أظن D وعندنا I وعندنا P. فواحدة منهم كانت الترانسفير فانكشن F controller of S. كان في واحدة منهم ال P في الداخل مش هيك؟ عندي P زائد I على S زائد في ان على الثالث. وهاي لو جينا بنيناها من هون راح نلاقي انه عنده اي بي هاي بارلل صح؟ هاي تبعت البارلل هاي بارلل مش الايديال الثانيه بس نفسها بس مضروبه الثانيه مضروبه بدلال البي بصير واحد فكانت عندي الثانيه بي بي واحد زائد اي على اس زائد دي في ان على واحد زائد على S. وفين هاي كان اسمها الايديال؟ ايديال. وهاي كان اسمها بارلل. الاختلاف الوحيد انه P هون لحالها، هون P مشتركة مع كل هدول. هلا هذا اللي موجود هون هو نوع من الفلتر، الفلتر عشان يتخلص عشان يمنع النويز. إذا لو بدنا نرسم هذا البلوك دايجرام، خلينا نرسم هذا البلوك دايجرام اللي هون، راح الاقي انه في عندي هون الجزء المنتصف عندي جين مقداره P. وبعدين الجزء اللي هون في عندي gain مقداره i وبعده في ايش راح يكون؟ واحد على s ايش الواحد على s؟ اللي هو gain integrator واحد على s integrator واي هي الجين عندي هذول وهذول راح يجوا الان على summing point plus 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 فال p هذا راح يكمل زي ما هو من هون وبعدين عندي الخطوه الثالثه راح يكون عندي d اللي هو الجين بعدين عندنا هون راح يكون ان عندنا هون فيدباك انتجريتر واحد على اس وعندنا هون سميشن بس نيجاتيف فيدباك من هون وهاي بتيجي بهذا الشكل فهاي امبلمنتيشن للاول لو بدي اعمل امبلمنتيشن للثاني شو بعمل؟ بس والله خط اخضر او احمر لو بدي احطها في الخارج بشيل هذه بحط البي بحط هون البي تكون مشتركه هذا صار اللي هو هون وبشيل هاي البي من هون هاي بتصير خط مستقل فهذا هو الاختلاف الوحيد بين هذول الاثنين هاي الفيتشر استعملناها ان فور نويز نويز ريدكشن هاي هون الفيتشر الموجوده هون لاحظوا هاي الفيتشر هاي فيتشر سيئة جدا فيري باد ليش هذا الدي على دي تي فيري باد؟ بعمل ديفرنشيشن اذا في شوية سيجنال فيها هاي فريكونسي راح يعملها ديفرنشيشن راح يزيد النويز هذا سيء جدا ولذلك اذا بتتذكروا ما كانش يشتغل مضبوط معنا في مرحلة معينة كان اثره عكسي ما يخفف الاوفر شوت تمام؟ اذا هاي الامبلمنتيشن الافضل هذه هون ريديوسز هاي الامبلمنتيشن ريديوسز نويز بعدين في عندي فيتشر بهدول اذا متذكرين ايش كان اسمها الفيتشر كنا نعمل بس ناخذ البلوك من الماتلاب شو الكبسه المهمه اللي كنا نكبسها؟ تيون كان في عندنا اوتو تيون فيتشر وهي مهمه جدا اوتو تيون فيتشر ان مات هاي
فيتشر مهمه ما درعته باسم اوتو تيون، فهو بيعمل اوتو تيونينج للبارامترز، قيمه اي قيمه بي قيمه دي. كمان اختلاف لاحظوا انه الاي هون ما في واحد على تي اي زي ما هون كنا عاملين اوكي، فاي موجوده بالبسط بالبسط مش في المقام. دي هون زي التي في، الدي بتشبه التي في، لاحظوا هاي البي برا بتشبه البي اللي برا موجوده هون، وهاي مش عندي شيء. شو هذا الاختلاف بين البارامترز الاثنين؟ هذا ملخص كل اللي عملناه في الماتلاب.